طلبونا برشا دي ترانسبورتور يتشكيو. منير الكثيري فرنسا باريس تونس يخدم، وصافي ماهر ألمانيا. هذو معينا من الناس اللي اتصلوا بينا واللي الحقيقة عاملين مبادرة باهية برشا في علاقة بجمع تبرعات ونقلها ومحاولة توصيلها للشعب الفلسطيني في علاقة بما يحدث في المدة الحالية. ينضم لنا مباشرة سي صافي ماهر ناقل أدباش التونسيين بالخارج. علاش جنسيست على أدباش؟ ماهيش بضائع بالضبط، هي أدباش ترانسبورتور اللي يهزوا يجيبوا القضيات بتاع التوانسة من وإلى تونس. سي صافي ماهر تحياتي، مرحبا بك على موجات إذاعة شمس أفهم. مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام. شكرا. سي صافي، علاش اليوم عندكم حاله من الضبابيه هكا نرفزين شويه؟ يقول القائل تو انتم دي ترانسبورتور وعندكم صبغه نفعيه بطريقه او باخرى، علاش تستنكروا او متقلقين من الاداءات المفروض عليكم، الاداءات الديوانيه طبعا، هل تعتبروها اداءات مشطه ام على خاطر انتم طالبين الاعفاء كاريمون من الاداءات؟ نحن عندنا مشكلة في مع المعاليم الديوانية اللي ماهيش مفهومة جملة. يعني مش مفهومة جملة، كل ديواني يعطيك تعريفة من راسه، رغم اللي فما قانون تدخل الباج نتاع الديوانة يقول لك الكولي بوستال شنو اللي يلزمه يخلص. هذا كله يعاملونا عبارة تجار، يعاملونا عبارة مهربين. ما تمشيو بالميزان ولا عندك بيناتكم بوا يحكم؟ عندنا بيناتنا البوا يحكم، اي صحيح. هذا الديوان تعاملنا كتجار، رغم اللي كي توا مازلت كي نسمع فيكم تحكيو على الديفيز، كي تعمل حساب كل ترانسبورتور يعني في العام يخلص 120 الف دينار اقل حاجه، اقل ترانسبورتور خلص 120 الف 150 الف دينار بالعمله الصعبه المعاليم الديوانيه، وما خرجوا معنا حتى شيء. يعني كي باش نخرجوا ما خرجوا معنا حتى اورو ليه يكون شيء للطريق. يعني من ناحيه هذه، كي تقول انتوما ناس قاعدين تجيبوا في العمله الصعبه، اليوم انتوما ناس قاعدين تجيبوا في ادباش تونسيين بالخارج اون باراليل، كل ديواني وكل ترانسبورتور باش يطلبوا عليه اداءات. دونك انت مش اول مره قاعد تجي، مش العامك الاول، شنو اللي حسيتوا فيها اداءات ارتفعت؟ عام 2010 اي، شنو اللي تبدل من 2010 لليوم سي صافي؟ نعطيك مثلا يعني اقل حاجات، الكولي اللي كان نخلص عليه 20 دينار توا نخلص عليه 200 دينار. يعني الكولي شغله تافهه، المواطن بالخارج مش يبعث لاهاليه كولي صغير فالور نتاعو نتاع 20 30 يورو، نص التونسي يقول لي خلص عليه 200 دينار. يعني اي، اما انت ديجا خلصت عليه ولا؟ معناها انت من المفروض تعرف الميزان نتاعك، تعرف شنو هامش الربح نتاعك، دونك من المفروض ما تكونش انت زاده في الخساره. نورمالمون هذا كي انا باش نعمل مثلا على الميزان نتاعك باش نلبس، انا نعطيك انا التاريخ نتاعي انا من المانيا. الكيلو على 5 اورو فيه كل شيء، يعني ناخذ من عندك من عند الزبون نتاعي ولا من عند التاريخ نتاعي في المانيا، واصل باب الدار في التونس 5 اورو الكيلو. الكولي يعني هام، يعني كي تعمل ابريل العام المتوسط في الكولي في 10 كيلو. 10 كيلو سي 50 اورو، يعني 50 اورو، 50 اورو كي نوصل بهم التونس يجوني 150 دينار، كي نوصل للتونس قداش تخلص عليه؟ 200 دينار. 200 دينار يعني ما كانش بها ربي. يعني انا ديجا خلصت 50 دينار من جيبي بخلاف ديال تاع البابور، بخلاف الطريق نتاعي، بخلاف نجي ما تخاف. عندكم ستاتيو اليوم كناقلي ادباش ولا ما عندكمش ستاتيو محدد سي ماهر؟ التونسي ما يحبوش يصرفوا بها، التونس ما ينجمش يصرف، رغم اللي قانونيا على حسب القانون وريا تونس نتاعها في عام 1998 على النقل بصفه عامه، كاميونات شنو يلزمهم؟ نحن نتيحوا الاغلبيه نتاعنا كاميون تحت كذا طرام ونص ما يلزموش ترخيص، ينجم يدخل على روحه لتونس وتعاملوا كناقلي ادباش او ناقلي بضاعه. وشنو البضاعه اللي عندي؟ شنو الادباش اللي عندي؟ صبغه شنية؟ صبغه تجاريه ولا صبغه خاصه؟ نحن صبغه خاصه. يعني انت نتيحوا تحت الطرود البريديه. الطرد البريدي ما عملنيش عليه الديواني، يقول لي لا هذاك نتاعك انت وانت باش تجري، يا ولد الناس مكتوب عليه، نكتب كل كاردونه كل كولي مكتوب فيه ماشي. لا. يعني يفرض عليك حاجات
ويستفزك في حاجات يلزمك باش تخلصها كيما تمشيش معاه في الامور هذيك يطلب يعملك محضر. محضر يلملي من 10 كريدت 10 طابليات شوكولاته ويقول لي اسمعني هاهم 10 طابليات شوكولاته انت صبغه تجاريه. يا ولد الناس راهم 10 كريدت 10 ناس مختلفه واحد في بنزرت واحد في الشيخ لكن غير ماذا يعني نكلموهم تلقاهم يعني الامر مختلف والناس مختلفه. اما مش قاعد يصير كل مره هذا معناها الشاذ يحفظ علي ويقاس علي كل مره مش هسو بوان لا معناها تقول لي فما تعنت ونحن ضد انها تدخل عمله صعبه مثلا. والله كان جيت تحكي لي على الديبتيك نمشي معاك اكثر سهله برشا. نحن نطلب منكم قبل الاذاعات حب رئيس الدوله بيدو يعمل زياره فرشيه وقت اللي يهبط الترانسبورتر والا يعني احنا رينا زيارات الرئيس المديره العامه للديوانه التونسيه قاعده تقوم باكثر من زيارات ميدانيه في لابرات. ولكن انتم اليوم يظهر لي سي ماهر سي صافي ماهر مشكلتكم بالاساس قانون. خاطر لو كان فما قانون وقتها نوليو نلومو على الطرف المقابل سواء على الديوانه ولا على اي واحد باش يطبق القانون بما انه انتم هكيك في المهموته تو ما عندكمش ماكمش مصنفين رسميا. ما انا معك اللي ما فماش قانون لكن القانون موجود. القانون موجود في الوحده نتاع الديوانه الباج نتاع الديوانه موجود. طرق البريديه شنو المطلوب منها؟ اي ما ينجم يقول لك طرق بريدي انا نفهم كولي في حاجه معينه. انت باش تجيب لي ماكينه نتاع قهوه مثلا نقول لك خرجت على الصبغه ولا باش تجيب لي تلفزه هنا ما نجمش انا نكيفها كطرد بريدي. هذا اللي قاعده نفسر لك فيه مانيش مبرر لاعوان الديوان عندهم اداره عامه للديوان كان يحبوا حق انا ولكن نحكي معك في المطلق علاش منتوما ما تتفهموش اليوم تتقدموا بطلب ها والبرلمان ها هي هوني دور المشرع لازم يكون. انتوما عندكم صبغه خدماتيه تنفعوا تستنفعوا وتنفعوا برشا توانسه مستحقين لكم اللي يقرا واللي تخدموا وانتوما همزه تواصل اليوم ما بين توانسه في الغربه في الخارج وما بين عائلتهم في تونس. دونك هنا علاش ما تبادروش تمشيو للبرلمان او للمشرع في حد ذاته طلبوا منه تسن قانون واضح يكون نواغ سوغ بلون وهمزه تواصل ما بينكم وبين اعوان الديوان التونسيه اليوم قبل ما تقول وزاره الماليه لانه فما جمهور من النواب قاعد يتابعوا دايوغ عنا احنا تلقينا حتى نسخه من مراسله توجهتوا بها لوزاره الماليه عن طريق واحد من احد النواب وعنا جواب السيده وزيره الماليه ايضا. انتم ماكمش مصنفين دونك هذا هو الاشكال. الجواب ايش يقول؟ الجواب كي نقرا انا بين السطور خاصه من الاول الوحده نتاعو يعني يتهمنا نحن بالتهريب وقت اللي نحن ندخلوا من نقص يعني نقص من الديوانه وما ندخلوش نحن التهريب كيما بيان سور تتعدوا على سكانير وكم واضحه صحيح بالضبط امورنا واضحه يعني في الجواب نتاعها في الرد نتاعها اتهام نحن مهربين. اوكي نحن نفركسوا باش الناس رغم اللي ممنوع قانونيا عالميا ممنوع نفركسوا لكن نفركسوا باش الناس ونحاولوا باش نشوفوا يعني اقل ضرر لينا نحن خاطر بالشدة انا عندي حاجه نورمال باش نضر فيها يعني بيان سور لكن بيان سور انا نفركس وانت تفركس من ناحيه اخرى انا ما قلتلكش ما تفركسش لا فركس دونك هذا ما تنجموش اصلا ترفضوا لانه سكانير يسري على الجميع. هذه اول حاجه. ثاني حاجه يعني نشوف انا شو اسمها هي نتاع الديوانه ونشوف اللي كتبته في الانترنت يعني اتهام واضح لنا نحن اللي نحن ما عرفيش تقري بين السطور واقري الوحده نتاعها. انا انت خديت الجواب بحساسيه لكن وزاره الماليه ما اتهمتكمش صراحه الحقيقه للامانه. ما تقول راهو فما النشاط هذا راهو يعتبر النشاط هذا حسب التصنيف اللي تعتمدوا الديوانه في سجل المخاطر هذيك شنو تقول؟ معناها ما بين الانشطه اللي اريسك المعاليم الديوانيه ما عنديش حاجه معاليم واضحه اليوم نخلص على صبادري 10000 فرنك غدوه خلص عليه 200000 بعد غدوه خلص عليه 50000. نعاود نقول لك اليوم انتم من المفروض ما خممتوش تطالبوا بقانون واضح كيما التجاتوا للاعلام باش توصلوا صوتكم هذا حقكم كيف تمشوا للمشرع وقت اللي وزاره الماليه تقول او الديوان التونسيه تعتبر لي ترونسبورتور والنشاط اللي تقوموا به معناتها فيه خطوره او مصنف خطر على الاقتصاد
وعلى الوضع الامني، نجم يقول لك يستغلكم واحد من الارهابيين ويحب يبعث معك قنبله، يحب يعدي معك سلاح وانت ما تفيقش مثلا في فريجيدير انت جبته بطريقه علانيه. أو هي تعطيني انا ما يحمي البلاد والعباد في نفس الوقت. باهي نحن قاعدين نفركسوا ونعاملوا حتى لهنا مع الامن اللي هنا في تو مثلا نعطيك في المانيا كل ترانسبورتور محسوب يمشي يا يمشي السكانور نتاع المطار ويدفع مبلغ معين ويتعدى دبسه كل على السكانور والا نعديه على الكلب نتاع الشرطه والديوان الهنا ويعاونونا يعني مبلغ تافه نعطيه انا 150 يورو ويعدي لي عاد باش كل الكلب، اوكي انا ما نجمش نشم التراب كشخص. ما تحمي روحك كامل. باش نشوف عينيا كيما هاكا نحاولوا نحن بقدر بالاساليب نتاعنا ونطلبوا زاده من الديوانه اللي نحن نحط اليد في اليد، نحن ماناش ضدهم اولا. ثانيا نطلب انا على معاليم، فسر لي معاليم يا اخينا. انت من مديرة الديوان فسري لي المعاليم، حتى حد ما يعطيك. وزارة المالية حتى حد ما يعطيك. هذا هو نعود نرجعوا كان جاء قطاع مصنف وقتها كل شيء يكون مضبوط. المغرب منظم فوالا برشا دول مصنفتكم كمان، احنا في تونس مازال ما عندناش تصنيف لي ترونسبورتور. ودايغ كان من المفروض ينضم لنا زميلك من باريس من حسن الشعلي سي منير الكثيري، وهوني نحب نشكركم ونحب نشكركم زاد ايضا انتم وبرشا مواطنين خارج حدود الوطن من الجنوب التونسي اللي عملتوا مبادره طيبه جدا واللي قمتوا بجمع تبرعات لمحاوله نقلها للاشقاء في فلسطين. يعطيكم الصحه وتحياتنا ليكم، وهذه فرصه طرحنا فيها الموضوع. موجودين كل الوقت. يعيشوا كان فما اي جديد سي صافي مرحبا بكم، وان شاء الله تتفاعل معكم بشكل ايجابي وزاره الماليه الديوان التونسيه عبر المشرع التونسي البرلمان التونسي. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه سي صافي. نرجع لك سي قيس القروي، كنت تسمع هذه حاجه من القطاعات الناس هذه قداش تجيب وتدخل في فلوس وتدفع يدفعوا تاكس بيان سور، مش قاعدين يخليو فيهم يدخلوا ويخرجوا بلاش فلوس، ولكن علاش اليوم قطاع نخليهم مهمش الوغ الدوله تنجم تربح منه بشكل منظم زاد. هذه حاجه الاولى صحيح، معناتها لازم يكون عندهم ستاتيو ان كادر جوريديك يخدموا به، ما ينجمش يكون يخدموا بلاش كادر جوريديك، لازم يكون موجود. وفما شركات راهو اللي هي منظمه واللي هي موجوده على التراب التونسي، وفي الاكثريه ابار البريد التونسي فما شركات اخرى اللي هي شركات اجنبيه ماهيش تونسيه قاعده تخدم بطريقه منظمه. هما ما فماش علاش باش الناس هذوما ما يكونش عندهم ان كادر جوريديك يخدموا به. الحاجه الثانيه هذا يدخل في اطار الرقمنه. اي انا ماذا بيا السيد هذايا يحل عنده 10 كوليات، يحل اورديناتورو يعمل السيزي كل كولي شكون باعثه وشكون باش ياخذ وشنو فيه الكولي بالضبط، وتخرج له ورقه اوتوماتيك فيها قداش يلزم يخلص، ويجبد الكارته نتاعو ويخلص وتتصب الفلوس في تونس هنا ديريكتومون. وهاكا في هنا في الديوانه بالطبيعه باش تعدى على السكانير، بالطبيعه ساعات باش تعدى على الكلب يشم، بالطبيعه على الحكايات هذيك. ودو تون زاوتر الياتوارمون ناخذوا كاميون نهبطوهم فركسوهم. وهذا اللي قاعد صاير الحقيقه، ما نجموش نقلوا من المجهود. لا عنده الحق راهو في ما تروحش لديارها بالساعات، عنده الحق في حكايه التعريف الدواني، عنده حق راهو، خاطر ساعات كل ديوان يعطيك رقم وهذا غير معقول. خاطر ماهوش منظم وكل ديوان يقول لك انا نمشي بالميزان وبالنوت سيرفيس. نورمالمون فما نومونكلاتور فما اكسيتيرا، تحط النومونكلاتور تخرج لك اوتوماتيك. وينضم لنا معانا سي منير الكثيري من الناس اللي قاعدين يقوموا بهالمبادره هذه في علاقه طبعا انا حكيت على تجميع ونقل وتامين مساعدات أدوية ومساعدات مختلفة للأشقاء الفلسطينيين في علاقة بالوضع الراهن الحصار اللي يقوموا واللي يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب عليهم. سيموني الكثيري تحياتي مرحبا، ترانسبورتور باري تونس باريس باريس تونس، تحياتي. اهلا وسهلا مرحبا بكم، مرحبا بالضيوفك الكرام ومتابعينكم ومستمعيكم، ونشكركم على هذه الفرصة باش نعبروا ونوصلوا صوتنا. مرحبا سي منير، كان معنا سي صافي ماهر تحدث مطولا على المشاكل نتاعكم. انتم في فرنسا يظهر لي نفس لي ترونسبورتور نفس المشاكل اللي موجوده عند جماعه المانيا ولا يكلمونا دبي ولا غيرها. نعم تقريبا، لكن انا اريد ان اضع الامور في اطارها. تفضل. نقل امتعه التونسيين بين الضفتين، هذا قطاع يعني ظل مهمشا منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكنه يعني
اليوم يعيش انتعاشة كبيرة وتنامي كبير منذ تقريبا سنة 2012 لحد اليوم. فعدد اليوم للترانسبورتور يتجاوز 400 ترانسبورتور، وذلك هو تلبية لحاجيات التونسيين. فهو البعد الأول هو البعد الاجتماعي، وفيه بعد كذلك إنساني، وكذلك احنا نشتغل على باش نكسبوا قوت صغارنا. منفعة مشترك. نعم نعم نعم. اليوم نحن يعني بعد محاولات عديدة منذ تقريبا 2014 كنا نحاول كل مرة الزملاء يهبطوا للميناء يخلوا شاحناتهم مغلقة، يحاولوا لفت النظر بتاع الإطارات الموجودة الديوانية الموجودة في الميناء، يعني نقولوا عملية احتجاجية، لكن ليس الغالبية من يقوم بها، يعني 10-20-15 كل مرة كيفاش. لكن للأسف المشكل شخص هنا سي ماهر، نحب نقدم معاك نظرا لضيق الوقت سي موني الكثيري، اليوم شنو اللي طالبين بالضبط؟ ونسألك نفس السؤال، هل خممتوا تمشيوا للبرلمان والمشرع التونسي وتعملوا ستاتوي خاصة بكم وقانوني ولا يطبق بشكل واضح؟ سأجيبك يا أستاذ. نحن أول نشكر الأستاذ ريس بوغطاس، لأنه الحمد لله احنا تحصلنا على نسخة من القانون المغربي يعني اللي هو ينظم الناقلي الأمتعة بين أوروبا والمغرب. عندهم استاتيو خاطر أمورهم واضحة. نعم عندهم استاتيو، مديناها سي أنيس إن شاء الله باش ينظر فيه، وإن شاء الله على أساس ذلك باش نتقدموا إن شاء الله بمقترح إلى مجلس النواب. فوالا هذا هو درنا سهل. تمشيو للبرلمان كمشرع يلقى لكم حل. نعم احنا العمل قاعدين قايمين به، لانه احنا الدوله لا تعترف بنا قانونيا ابدا، لكن تعترف بنا عندما نمشي للقباضه الماليه باش نخلص فقط. خاطر عندكم العمله الصعبه. شكرا نعم. ليك سي موني الكثير وتحيه لكم. قاعد تجينا الصور كناقلي بضائع تجنتوا ايضا لنقل مساعدات طبعا للهلال الاحمر قاعدين تنقلوا فيها، يعطيكم الصحه وشكرا للتوانسه في الخارج. هذه صور جينا من فرنسا او البضائع اللي قاعدين تنقلوا فيها. ميرسي بوكو، شكرا جزيلا على اللي قاعدين تقوموا به في علاقه بتامين نقل بضائع او مساعدات وادويه للهلال الاحمر التونسي باش يوصلها للقطاع غزه المحتله. شكرا.